مرحبا بكم في ندوة مدارس أورورا العامة برعاية كومكاس. في هذا الفيديو سوف نتطرق لكيفية استعمال لقاءات جوجل للآباء Google Meet for Parents. في هذا الفيديو سترون رموز QR مثل الصورة الموجودة على اليسار الشاشة والتي ستنقلكم إلى مواقع ويب معينة. لاستخدام هذه الرموز ما عليكم سوى فتح كاميرا الهاتف وتوجيهه إلى الرمز الموجود على الشاشة. يمكنكم الوصول إلى هذا العرض التقديمي عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الشاشة أو الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الموجود على الشاشة. في هذا الفيديو سنتناول الموضوعات التالية: الوصول إلى جوجل ميت، استخدام ضوابط الميت، تغيير الإعدادات (setting) في الميت، آداب المكالمات المرئية، مشاكل استكشاف الأخطاء وإصلاحها. ما هو جوجل ميت؟ يعد جوجل ميت أداة مؤتمرات الفيديو للاجتماعات عن بعد. هناك العديد من الطرق التي قد تتم دعوتكم بها إلى جوجل ميت، مثل الحصول على رابط ويب مشترك من خلال نشرة إعلامية أو بريد إلكتروني أو رسالة نصية. إذا تمت دعوتكم إلى الاجتماع من خلال حساب جيميل، فيمكنكم حضور الاجتماع عن طريق فتح تقويم جوجل الخاص بكم. للقيام بذلك، انتقلوا إلى calendar.google.com أو انسخوا رمز الاستجابة السريعة الموجود على الشاشة بتوجيه كاميرا الهاتف. بمجرد فتح التقويم الخاص بكم، حددوا تاريخ الاجتماع وانقروا فوق لوحة الحدث. ستنفتح نافذة صغيرة، انقروا فوق الزر الأزرق الذي يشير إلى الانضمام إلى جوجل ميت. Join with Google Meet. يمكنكم أيضا الانضمام إلى تطبيق Meet باستخدام الهاتف عن طريق الاتصال بالرقم الموجود أسفل عنوان الانضمام Join by phone، وبعد ذلك إدخال الرقم السري PIN number. للمعلومة، إن رقم الاجتماعات سوف يكون مختلفا عن رقم الهاتف الموجود على الشاشة. هناك طريقة أخرى من خلالها الانضمام إلى الجوجل ميت، هي من خلال موقع ويب ميت. للوصول إلى موقع ميت على الويب، انتقلوا إلى meet.google.com أو انسخوا رمز QR الموجود على الشاشة. للانضمام برمز، اكتبوا الرمز في مربع النص وانقروا فوق الانضمام Join، أو اختاروا الحدث الصحيح على الجانب الأيمن من الشاشة. سترون فقط الأحداث على الجانب الأيمن من الشاشة إذا تمت دعوة حساب جيميل الخاص بكم. أول شيء سترون عند دخولكم إلى جوجل ميت هو صورة مثل هذه الصورة الموجودة على الشاشة. يمكنكم اختبار الكاميرا أو الميكروفون عن طريق النقر فوق الزر المسمى Check Your Audio and Videos. عندما تضغطوا على هذا، ستفتح نافذة جديدة تسمح لكم باختيار الكاميرا والميكروفون اللذين تريدون استخدامهما. عندما تكونوا جاهزون للانضمام إلى ميت، انقروا فوق الزر الأخضر المسمى Join Now. بمجرد دخولكم إلى الميت، يمكنكم كتم صوت الميكروفون عن طريق النقر على رمز الميكروفون. إذا كانت الأيقونة حمراء، فهذا يعني أن الميكروفون مكتوم. يمكنكم تشغيل الكاميرا وإيقافها عن طريق النقر فوق رمز الكاميرا. إذا كانت هذه الأيقونة حمراء، فهذا يعني أن الكاميرا مغلقة. للإشارة إلى مسؤول عن الاجتماع أن لديكم سؤالاً أو ترغبون في المشاركة والإجابة، انقروا فوق رمز اليد لرفع يدكم وسيعطى لكم دور المشاركة. لاستخدام مربع الدردشة، انقروا فوق الرمز في الجزء العلوي الأيمن. يمكنكم كتابة رسالتكم في مربع النص الذي يفتح أدناه.
بمجرد الانتهاء من الكتابة. انقر فوق رمز المثلث للإرسال. لمعرفة ما يتم الحدث التحدث به في تطبيق ميت كنص باللغة الإنجليزية، يمكنكم تشغيل التسميات التوضيحية عن طريق تحديد الزر الموجود أسفل اليسار Turn on Captions. لتغيير الكاميرا أو الميكروفون الذي يستخدمه تطبيق ميت، انقروا على رمز القائمة أسفل اليسار وحددوا خيار الإعدادات Setting. سيستخدم ميت الميكروفون وكاميرا الويب الافتراضيين لديكم تلقائيا، ولكن إذا لم تتمكنوا من سماع الكاميرا أو رؤيتها فهذا مكان جيد لبدء استكشاف الأخطاء وإصلاحها. سننتقل إلى أداب مكالمات الفيديو لاستخدام جوجل ميت. يمكنكم الوصول إلى نسخة من المنشور على الشاشة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع. التوقع الأول هو أن نكون آمنين. لفعل هذا استخدام تسجيل الدخول إلى جوجل ميت الخاص بكم كآباء، عدم مشاركة كلمة السر مع الآخرين، عدم التقاط صور أو لقطات شاشة أو تسجيل مقاطع فيديو أثناء الاجتماع. التوقع الثاني هو أن يتم الاجتماع باحترام. رفع اليد إذا كنتم تريدون التحدث، طرح أسئلة حول ما تتعلمونه، كتم صوت الميكروفون الخاص بكم إذا لم تكونوا تتحدثون. التوقع الأخير هو المسؤولية نحو الاجتماع. اختيار مكان هادئ، استخدام سماعات الرأس إذا كانت موجودة، طلب المساعدة إذا احتجتم إليها. شكرا لكم على المشاهدة، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات مفيدة.